تقلق يا زينة، سوف أذهب حالاً لأتصل بأمي هاتفياً لتعود مبكراً من العمل. وماذا إن لم تستطع مغادرة عملها مبكراً؟ عندها سوف تخبرني بالتصرف السليم والمناسب لحالتك. الأمر بسيطاً ولا يحتاج لأن نزعج أمي في عملها، أنا سوف أعالجك بنفسي. وهل تفهم في أمور الطب والدواء؟ بالطبع، فأنا أتعلم في هذه اللحظة الكثير، فكل ما يحتاجه جسم الإنسان للشفاء موجود في الأطعمة والمشروبات المتوفرة في كل منزل. فمثلاً العسل يساهم في التخفيف من حدة السعال، والزنجبيل يزيد من مناعة الجسم والقدرة على مقاومة الأمراض، والليمون غني بفيتامين سي. أما الأسماك الزيتية مثل التونة والسلمون فتحتوي على أوميغا 3 التي تساعد في الشفاء من الحمى، وكلها أشياء موجودة في البيت ولا تحتاج سوى من يعدها لك في مزيج واحد به الشفاء. ولكن هل سيكون طعمه مقبولاً؟ يمكن أن أضيف إليه بعضاً من المثلجات التي تحبينها. هيا، هناك المزيد بعد، يجب أن تأكلي دواءك كله. هذا أفضل، هل تشعرين بتحسن الآن؟ ربما، هل عاد وجهي للونه الطبيعي؟ ليس بالضبط، ولكن أستطيع أن أؤكد لك أن البثور الحمراء اختفت تماماً. سوف أعطيك الآن من هذا الدواء. ما هذا الكائن؟ أنا زينة يا شهاب، لقد قام حسن بمداواتي. مداواتك؟ ماذا فعلت بشقيقتك؟ لقد صنعت لها مزيجاً من الأطعمة التي تساعد على علاج أعراضها. يا حسن، الأمر ليس لعبة وليس بهذه البساطة، وإلا لما كانت هناك حاجة للأطباء والأدوية المصنعة. ولكن هناك الكثير من الأطعمة المفيدة لعلاج الأمراض. هذا صحيح، ولكن الأطعمة هي عامل مساعد لا يغني عن تناول الدواء، كما أن الدواء والغذاء يجب أن نستخدمهم تحت إشراف الطبيب، فحتى المأكولات والمشروبات الطبيعية قد تتعارض فيما بينها، ولهذا يجب على الطبيب فقط أن يحدد نوعية الطعام التي يتناولها المريض وفقاً لحالته. لم أكن أعتقد أن الأمر معقد لهذه الدرجة، أنا آسف، لكن يجب الآن أن نعيد زينة لطبيعتها قبل عودة أمي. تعيدوني لطبيعتي؟ ماذا فعلت بي يا حسن؟ لا تقلقي، هذا الدواء الذي أوصى به الطبيب لأمي سوف يخفف من أعراضك. أما أنت يا حسن، فأنا مضطر لإخبار أمي بما فعلته وستنتظر عقوبتك، فلقد عرضت حياة شقيقتك لخطر كبير. أنا أستحق العقوبة، آسف يا زينة، أرجو أن تسامحيني. والآن يا أصدقائي، موعد سؤال الحلقة. ما هو نوع الفيتامين الموجود في الليمون؟ ألف فيتامين سي، باء فيتامين دي، جيم فيتامين كي. أرسلوا إجاباتكم على الرقم 773-0061763، ولا تنسوا اكتبوا أسماءكم واسم البرنامج ورقم الحلقة هذه بعد الرقم أيا كان الاختيار.